مرحبا بكم متابعي قناة معاني الأسماء، أتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. فيديو جديد بعنوان معنى اسم سكينة بالتفصيل. اسم سكينة من الأسماء العربية قليلة الانتشار، رغم أنه كان من أشهر الأسماء انتشارا فيما مضى، وكانت تتسمى به سيدات المجتمع الراقي، ولكن بمرور الوقت تم نسيان هذا الاسم وأصبحت الأسماء الغربية تحل محله وبقوة. واليوم كعادة قناتنا نكشف النقاب عن الأسماء القيمة والراقية. سوف نزيح الستار اليوم عن اسم سكينة ونتعرف سويا على معناه وصفات من تحمله. إذن تابعونا. معنى اسم سكينة. اسم سكينة من أسماء البنات المحبوبة لدى الكثير من الآباء، وقد قمنا بالبحث عن معناه في قاموس معاني الأسماء، ووجدنا أنه علم المؤنث ذو أصول عربية، وعندما ينطق بضم حرف السين يعني سيدة الطيبة والمرحة التي تتمتع بخفة الظل، وإذا تم نطقه وكتابته بفتح حرف السين يعني الهدوء والوداعة والطمأنينة والوقار. وأيضا يأتي بمعنى الآذان أي الحمار الوحشي، وأيضا يرمز إلى تغطية الوجه عند الخلود إلى النوم. وأيضا من أجمل معانيه هو الهدوء والراحة والسكينة، وتصغيره هذا الاسم هو سكنة، والمذكر منه هو سكين، وهو من أكثر الأسماء المميزة عند العرب قديما. ما هو رأي الدين في اسم سكينة؟ السيدة سكينة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب، وحفيدة السيدة فاطمة الزهراء بنت سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت من أشجع سيدات عصرها، كما ورد اسم سكينة في كتاب الله العزيز، حيث قال الحق عز وجل في سورة البقرة: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. لذلك فإن اسم سكينة من الأسماء المحبوبة في الإسلام. ما هي صفات من تحمل اسم سكينة؟ تتمتع سكينة بشخصية محبوبة ووقورة فيها الكثير من الصفات المميزة والمحبوبة، ومن أجمل صفاتها: أولا، سكينة فتاة عاقلة ورزينة، تتصرف دائما بحكمة وتروي، ولا تحب التسرع في أخذ أي قرار. ثانيا، هي فتاة تتمتع بالهدوء والطيبة السكينة. ثالثا، كما أن سكينة تمتلك قلبا طيبا ومشاعرا فياضة، بالإضافة إلى أنها تتمتع بهدوء الطباع. رابعا، سكينة في بعض الأحيان تغضب وتتعصب إذا وجدت صاحب حق مظلوم، وتهدأ عندما تستطيع أن ترجع الحق لأصحابه. خامسا، تهتم كثيرا بمن تحب، فهي شخصية عطوفة وحنونة، وأسرتها هي رقم واحد في حياتها، وتتمنى دائما أن يكون أهلها بخير. سادسا، تتميز سكينة بطلة مميزة، فهي تهتم دائما بأناقتها ومظهرها وشياكتها. سابعا، هي فتاة نظيفة منظمة، تعشق أن يكون كل شيء مرتبا ونظيف. ثامنا، هي فتاة مرحة خفيفة الظل. أعزائنا المشاهدين، نرجو أن يكون محتوى هذا الفيديو عن اسم سكينة قد نال إعجابكم. لا تنسوا، نحن دائما في انتظار كل ما تودون الاستفسار عنه. دمتم بكل الحب والخير والسعادة. عزيزي المشاهد، إذا كنت تشاهدنا لأول مرة فأدعوك للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي تتوصل بكل جديد فور نشره. شكرا وإلى اللقاء.